عندكي في موضوع. عايزه فتره طويله. السلام عليكم، كيف اخبارك؟ كيف صحتك؟ حابه تشتري اطقم للجلوس؟ لا. ده لون بمبي لكن هو كريمي في الحقيقه، فهذه هنا الفلسفه بتاعته. بس انا سمعت الصوت مني مش كويس. من 7000 على السل بقى ب 5000. هاخده بثلاثه. لا ثلاثة ما ممكن تاخذيه ب 3، لازم تاخذيه. ما قلتش حاجة. الطقم الأسود ب 6450 وهو نعم؟ مش عاجبني. ها؟ شو تقول؟ مش عاجبك؟ أوكي ما مشكلة. لا 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 ما قلت ويل ونايا. سامعي؟ أنا سمعت صوت. أنا كمان سامع صوتك، قلت لي مش عاجبني. ليش أنا اللي الطقم الأسود ب 6400 ليه في حاجة؟ بسم الله مالك؟ في صوت دلوقتي. بعد الديسكاونت بيطلع معك ب 3800. بعد الديسكاونت وحش. طيب بعد الديسكاونت وحش، انت عايز تشتري ولا عايزه يعني تقري فينا؟ انا ما قلتلكش وحش. لا سمعتك قلتي وحش. لا ما قلتش. لا لا عفوا سمعتك قلتي وحش. بقول لك ما قلتش. حتى هكا الطقم هذا ب 4650 ومتها عاجبني. نعم. شو تصطلي ولا شنو؟ انا صعبت عليك. وش تصطلي ولا شنو؟ اصطل عليك يعني. شنو الصوت اللي طالع؟ انا هاخذ الاثنين بستة. لا لا ما ينفعش حضرتك الاثنين بستة، ما ينفعش. معلش يا مدام ما ينفعش. لا لا تكلمتي. سمعتك. انا ما قلتش، انا سمعت صوت زيك بس مش انا. كتير عليك حضرتك، انت ممكن تمشي القسم الثاني. في صوت ما سامعك، انت قلتها كتير عليا. في حد يتكلم معانا ثاني؟ معانا. لا انا قلت لك ده ب 6 وده ب 5، انت قلت كتير عليا، حضرتك تمشي القسم الثاني فيه اطقم اصغر، هنا اطقمنا حلوه وفخمه وجلد يعني اذا عاجبك. اعمل لي ديسكاونت ابقى اسبوع. واخوي مش باغي تضارب معايا؟ لا ما ضارب معك. انت جاي تبيع ولا باغي تضارب؟ جاي بيع. انا سمعت صوت. ومين ما سمعت؟ يعني ما كذبتش عليك. انت كذبتي علي، انت كذبتي يعني وين صوت؟ ما كذبتش عليك. وش ايوه انت كذبت. هل اسمع في الصوت دابا؟ واش غادي تسطيني ولا ما قاعد اسمع انا؟ انا سمعت صوت. انا قاعد اتكلم معاك. مش عاجبك يعني؟ لا والله مش عاجبني. مش عاجبني. هو الميزه في الاسود انه تديري تشتري ما تدري ما تدري تشتري خليها تطلع. منين جايه؟ من بطنك من وين ما عارف. بسم الله الرحمن الرحيم. هو راح ما بيعش يستلطف في بيته؟ اذا حابه تعال اطلع منه انت يعني. الله الله الله. ده شنو ده؟ بسم الله. ها؟ انت قول لي ايه ده؟ بسم الله ده شنو ده؟ فين الاسكافيه بتاعي؟ انت جيتي من وين؟ صوتي وحش؟ لا انت معاها؟ ايوه انا جيت معاها. انت معاها صح؟ ما عرفتش نعرفك اختي. شو كيف نعرفك اختي؟ هاتي. نعرفك. انت مين يعرفها؟ نعرفها. تعالي هاتي لي النسكافيه يلا قبل ما يفتح. انت مين انت جبتها معاك دي ولا؟ انت اللي قولي مين دي؟ جابها. انا عارف جبتها، انت طلعتها من شنطتك دي ولا طلعتها من وين؟ انا جايه معايا. جايه معايا؟ لا معاها. معاها انا جايه معايا. انت جيتي من فين؟ تعالي تعالي. تعال اقول لك حاجه في موضوع. الله 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 الله. وينو؟ الكام بنخفض هنا بالاحمر وينو؟ وينو طار وين؟ الله 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 الله. انتوا صاحبات؟ الله 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 الله. قالت صاحبي شكلك ما عاجبني. مين قبل شكلك ما عاجبني؟ الصابة. ايوه انت كمان. انا الكيو انا الكيو انا الكيو. ايوه انا الكيو. واحد اثنين ثلاثة. هناك كاميرا خفية. كاميرا خفية. نبت؟ هناك معك الكاميرا الخفية قناة الظفرة. انت ضيعت ابوك وين؟ لا هنا. ضيعته هنا بنفس المكان ده؟ اه. طيب يعني اسا لو شفته بتعرفه؟ ده بابا يا حبيبي. عيب كده عيب. الله الحمد لله يا ست الكل. مش ابني ده. كيف مش ابنك؟ يا اخي كان ضايع جنب الايسكريم هناك. الحمد لله. ايه الحمد لله يا اخي، والله الحمد. الراجل كان مضيع ولده. ايه. والحمد لله يا هذا اللي قال. والله انك فاعل خير. شوف اللحظه بتاعت الحضن دي، شوف اللحظه دي بيكمل. هذه اخي صوره ولا تحطها وكل الشيرات في عليك الله. اللحظه دي يعني بكم بفلوس الدنيا؟ لا لا ده ابنك، ده ابنك يا حقه. لا 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 ده ابنك. اللحظه دي بفلوس الدنيا والله. ولا تلقى ابوه. الحمد لله. يلا بالبركه عليك. كيف ما اكيد مو ابني. لا كيف ما اكيد مو ابني. دي ماما. لحظه لحظه لحظه. دي ماما. متاكد ماما؟ طب احضن بقى ماما. يلا نتكل على الله. الله الحمد لله. انت من فين؟ مصر. وانت من فين؟ من مصر. ابوه. يلا خلاص الحمد لله. والله شوف ربنا ده كريم. كيف عيب عليك؟ عيب عليك. حب الاب. الولد قاعد يقول بابا. عيب عليك يا ولدنا. عيب عليك. ده ابنك يا حجه؟ ما اعرفوش يا سيد. ده ابنك يا حجه؟ ياه. طب لحظه لحظه. انت من فين؟ مصر. وانت من فين؟ من مصر. يلا يا ابني بقى. الله
يا حبيبي ولدك شيله لو سمحت. يا حبيبي ولدك 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 الله. نصابين مين يا ابني انت؟ احترم نفسك. ايه النصابين دي؟ لا 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 الشرطه. ايه النصابين دي؟ احترم نفسك. ابنك ابنك بقى نعمل ايه يعني؟ هتشتغلين ابنك؟ هتهزر؟ انتوا لا بتنكتوا. هتهزر شنو براس الفجير؟ هتهزر؟ الله قله الادب دي. انا ماسكه ساعه ونص. ما يصحش كده يا اخي لو سمحت. شنو انت زول مستهبل؟ شنو لو سمحت؟ لو سمحتوا بهزر معاك. ولدك ضايع جبنا لك. يا ادب تهزر معي وانا بهزر معاك. يا اخي عيب. ايه انت؟ عيب عليك يا انت. امه انت امه ده ابوك هو؟ امسكوا بقى ما تسيبوش. ما تسيبوش ابوك ده الله. لا قاعد نهزر معاك. عين هناك. معلش قاعد اهزر معاك. تمام تمام. ايه بقى شوف 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 شوف.